سامح شكري اختتم لقاءاته امبارح في واشنطن، والنهارده توجه لنيويورك عشان خاطر يقابل الامين العام للامم المتحده الجديد البرتغالي جواتريس. انا شفت هذه الزياره واعتقد الكثير ذات دلالات كثيره. حضراتكم لما نتابع مجموعه اللقاءات اللي اجراها سامح شكري سواء مع الاداره المنتهيه ولاياتها او مع الاداره اللي بتستعد لتسلم المسؤوليه في الشهر القادم 20 يناير 2017، وحجم الموضوعات اللي تم نقاشها بالتاكيد حتى فيها كريستين لاجارد، هو قابل كريستين لاجارد الكثير بالتاكيد من الدلالات، قابل كريستين لاجارد كريستين لاجارد في حضور الدكتور حازم الببلاوي. وكان لقاء شديد الاهميه، كان له دلالات وتصريحات واضحه بخصوص مسار مصر الاقتصادي. اتصور ان هي مطمئنه جدا رشا. كمان كان في حديث عن زيادة المعونة العسكرية لمصر، وده كلام طرح في الكونجرس مش كلام مجرد طلبات أو تصريحات إعلامية، فده بالتأكيد فهو كلام يحمل أبعاد رسمية ويحمل دلالات قوية. أنا شفت هذه الزيارة لها الكثير والكثير والكثير من الأبعاد. تسألنا قبل كده ايه أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت، ثبت بما لا يدع مجال من الشك. أنا بتصور في حجم اللقاءات اللي شفناها على أهميتها الشديدة. يمكن كمان كان في حوار أجراه سامح شكري مع CNN الإخبارية الأمريكية. يعني انا بتصور ان احنا كنا قاعدين بنسمعه النهارده قبل ما نخش الهواء، انا وانت قبل يعني قبل الهواء. يمكن انا ليا تحفظ على حاجه فيه، يعني الجزء الخاص الاولاني الرد، وكان الغريب اصلا ان الحوار يتطرق لتاني موضوع انقلاب ولا ثوره، والحقيقه رد سامح شكري عليه كان واضح وحاد، وحتى المذيع نفسه ما قدرش ان هو يعني هو انتصر عليه بشكل كامل. سامح شكري انا بشوف رده كان قوي، لكن الحقيقه انا ما عجبنيش رده فيما يتعلق بتعليقه على تصريحات ترامب اللي كان قالها ضد المسلمين في فتره من الفترات. كنت شايف